إذن المتتبعين الأوفياء، متتبعي شوف تيمي، صباح الخير عليكم، صباح النور وبداية أسبوع موفق إن شاء الله للجميع. كانت تواجد معكم في هذه الجولة الصباحية من مدينة تطوان، تطوان الهادئة والجميلة. كنت وجدوا معكم في هذه الجولة الصباحية من قلب مدينة تطوان، بعد الأجواء الصباحية هذه المدينة فهي جو صباحي بارد نسبيا. تتبعين الأعزاء، كنتمنى لكم بداية أسبوع موفق على الجميع إن شاء الله، ويجب سهل وتسهل للجميع. نقوم معكم بهذه الجولة الصباحية من هذه المدينة. يعني الجو اليوم بمدينة تطوان راح يكون جو معتدل نظرا ل صفاء السماء، يعني سماء صافية، والجو في الصباح يعني لابد ما يكون بارد، لكن في منتصف النهار غتكون حرارة وغادي يكون الجو مشمس. متابعينا كما كتشوفوا معنا الأجواء في هذه الجولة الصباحية من مدينة تطوان، استغفر الله. جو معتدل، أجواء جميلة هادئة كما العادة في المدينة مع بداية الأسبوع. التوفيق والتيسير للجميع في بداية هذا اليوم، بداية واقعهم الأسبوع. متابعينا الأعزاء، بالنسبة اليوم مدينة تطوان فهنا الساعة 4 مساء كاين هناك مقابلة غادي تجرى مع صنيع زربل اللي غادي تجمع فريق المغرب أتليتي تطوان ضد فريق الجيش الملكي. حنا كنقومو بهاد الجولة الصباحية فلفت الانتباه ديالي عدد كبير من الجماهير المساندة لفريق الجيش الملكي اللي حجت مدينة تطوان منذ ليلة الأمس وكذلك صبيحة هذا اليوم، فهي مازالت كتوعد على هذه المدينة قصد تشجيع فريقها فريق الجيش الملكي. فكمعلومة مباراة المغرب أتليتي تطوان ضد فريق الجيش الملكي فكان مقرر إجراؤها كما أتى في البرنامج على الساعة 8 مساء، لكن البارحة تم تغيير موعد انطلاق المقابلة اللي غتجرى على الساعة 4 مساء،
التغيير، اللقاء من الساعة 8 إلى الساعة 4 مساء، حيث سيواجه فريق المغرب أتليتيك تطوان فريق الجيش الملكي، فريق المغرب التطواني يطمح للفوز واقتناص النقاط الثلاث في هذه المقابلة، لأنه هو فريق مستضيف فريق الجيش الملكي، وذلك محاولة الاقتراب من المقدمة كما شفت في البث المباشر. فات أجولة صافية، فعدد كثير من الجماهير جماهير فريق الجيش الملكي بدات كتحج من مدينة تطوان يعني منذ ليلة البارحة، وكذلك صديقتي هذا اليوم، فهو عرفت وجود عدد كثير من الجماهير جماهير الجيش الملكي. سلام عليكم أستاذ جابات، بخير. تم تحديد ثمن التذكرة في 40 درهم للمدرجات المكشوفة، وكذلك تم تحديد 150 درهم للمنصة كما تقولوا في الكراخ الجميع. مقابلة المغرب تطواني اليوم اللي كتكون لعبة فيها المغرب تطواني فهو يوم عيد بالنسبة للجماهير، مع معروف على الجماهير التطوانية الاستعداد لكل لقاء، خصوصا لقاءات اللي كتجرى مدينة تطوان، فهي كتكون مستعدة ليها وعلى البدء الاستعداد باش تساند الفريق ديالها، لأن جماهير المغرب التطواني فالمتنفس ديالها الوحيد فهو الفريق والملعب، فهي كتعرف الملعب وكتشجع. فريق المغرب التطواني في الأيام الماضية السابقة عرف الكثير من المشاكل، وكذلك عرف إضراب لاعبين عن التدريب، لكن تم تسوية الأمور وعادوا اللاعبين للتدريب مع ما تسوت الوضعية المالية ديالو. كان هناك عدد كثير من اللاعبين ما تم تسوية الوضع المالي ديالهم، وقاموا بإضراب، وهذا الشيء شكل ضغط على إدارة فريق المغرب أتليتيك تطوان لجعل إدارة تعجل فاتا مستحقات اللاعبين باش يكونوا متواجدين في هذا اللقاء. وكذلك جماهير المغرب التطواني مازالت كتسائل على مصير اللاعبين اللي لم يتم تأهيلهم من حدود الساعة، ففريق المغرب التطواني وعلى الصفحة الرسمية للفريق فقام ببلاغ توضيحي كيوضح فيه المشاكل والأسباب التي أدت لعدم تأهيل اللاعبين لحدود الساعة. فريق المغرب التطواني كذلك فهو من الفرق التي تعاني من الشق المالي، هذا الشيء اللي يجعل عدد كثير من الجماهير التطوانية كتناشد وطالب بالرحيل ديال الرئيس بسبب المشاكل. جماهير كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتطالب برحيل الرئيس، بكل ان المشكلة تكمن في طريقة التسيير اللي يمشي بها الرئيس، ولكن فئة أخرى كتقول بأن رغم كل المشاكل اللي كيعاني منها فريق المغرب التطواني فالرئيس كيقوم بالحياة وكيأدي ما عليه وكيقوم بالواجب. من خلال البلاغ التوضيحي اللي كيخص اللاعبين اللي ما تمش الاستدعاء ديالهم، فهناك عدد كثير من الجماهير فهمت الوضعية، فمتابعينا نحن نزلنا معكم في الجولة الصباحية
مدينة تطوان. تطرقنا للحادثة ديال المقابلة اللي راه تصرى اليوم مدينة تطوان، اللي كما شرت في البداية فقط تم تغيير التوقيت ديالها. المقابلة كانت غادي تجرى على الساعة 8 كما كان مقرر، لكن تم تغيير التوقيت ديالها إلى 4 مساء. والآن المقابلة غادي تنطلق على الساعة 4 مساء. مدينة تطوان هنا على مقربة من المحطة الخروجية. متابعينا الأعزاء، ما كنت كنشير في هذا البث المباشر على أجواء المقابلة وأجواء اللقاء وتغيير موعد انطلاق المقابلة اللي غادي يصير فيها فريق المغرب غادي يتكتب ونظيره الهجرة الملكي. فهذه المقابلة هي الأخيرة قبل خوض غمار منافسات كأس العالم، نظرا أن تأخر في هذه المقابلة في ذلك المقابلة نهضة بركان. فهذه المقابلة كانت تم تأجيل ديالهم بسبب خوض فريق الجيش الملكي وفريق نهضة بركان غمار المنافسات الإفريقية. هذه هي آخر مباريات الجولة قبل حوض غمار كأس العالم، وكما شاهدنا بالأمس جمهور الوطني جمهور المغربي تلقى صفعة قوية، حيث تم إصابة اللاعب أمين حارس إصابة خطيرة من يتمنى له الشفاء العاجل. يعني حارس للمرة الثانية على التوالي ما كيكونش مقدر له خوض تجربة كأس العالم بعد ما صاب إصابة خطيرة. متابعينا كما تشوفوا كنت واجد معكم قرب المحطة الطرقية في مدينة تطوان، فتواجد عناصر الأمن في المحطة الطرقية اللي كتعرف حاليا تواجد جمهور فريق الجيش الملكي على هذه المدينة. جمهور فريق الجيش الملكي منذ البارحة وهو كيتواجد الأنصار ديالو هذه المدينة الجميلة والهادئة. وكنتمنى المقابلة تمر بجو أخوي رياضي وتعطينا الفرجة المطلوبة. متابعينا الكرام، كنتم معنا جولة صباحية من مدينة تطوان، ونشكركم على المشاهدة لكم هذا البيت القوي على خير إن شاء الله في مباشرات أخرى قادمة. وشكرا على التتبع ديالكم، وما ننساوش كنتمناو للجميع بداية أسبوع موفق، والله يسهل الأمور عليكم.